معانا النهارده للاطفال الحلوين المعزومين مع الاسره، هنعمل لهم طبق مكرونه طليانو اللي هي المكرونه مع صوص بولونيز من المطبخ الطلياني، دي مشهوره جدا. البولونيز ده بياخد جبنه بارميجان او ما بياخدش حسب الرغبه. ما لقيتيش جبنه بارميجان غاليه، العلبه قد كده بتعمل مبلغ وقدره، هات الجبنه الرومي المعتقه بتاعتنا او المبطرخه، ابشريها بشره ناعمه هتديكي نفس الطعم ونفس الغرض، ودي هتبقى لطيفه وجميله مع صوص بولونيز اللي هو اللحم المفروم. وتعالوا نعمل طبق مكرونه سريعا كده، مكرونه مع البولونيز صوص. ايه هو البولونيز صوص ده؟ يعني لحمه مفرومه على النار، حلو. اللحمه المفرومه دي بتاخد بصله وتومه زي الفل، وكمان شويه زعتر حلوين، شويه ريحان متقطعين اخضر حلوين، طماطم مفرومه في الخلاط، ونسيبها تغلى على النار تتسبك. اخوانا الطلاينة يحبوا يجودوا شوية، فبيعملوه من اللحم الضاني واللحم الكندوز الهبرة الأبيض، لازم نوعين من اللحم اهو. ده كده البولونيز جاهز، اسيبه على النار يغلي على المكرونة بتاعتي ما تكون استوت، ونشوف هنغرفه ازاي مع بعض. في طريقتين، يا اما نخلط البولونيز بالاسباجيتي، يا اما نغرف الاسباجيتي في الطبق ونحط عليه البولونيز والجبنه البارميجان المبشوره وتتقدم جنبه. حلو الكلام. شويه الملح في قلب الميه المغليه مع شويه زيت زيتون. سلقنا المكرونه بتاعتنا، حلو. المكرونه دايما تنزل في ماء مغلي علشان ما تتكسرش منك ولا تعجن منك، اللهم صل على النبي. تعالوا مع بعض نشوف مقادير الكنافه النابلسيه تتعمل ازاي. حلو قوي. ملاحظين حاجه؟ ان انا سبت الكنافه للاخر كده، اعملها على مزاج رايق علشان ريحه البصل والثوم، وتعقمي الكاونتر بتاعك او الترابيزه اللي انت شغاله عليها او الرخامه في المطبخ اللي انت شغاله عليها بشويه ميه زهر. خليكي زي الحلوانيه كده. البولونيز بتاعنا على النار اللي هي اللحمه المفرومه مع البقدونس او الريحان الاخضر مع البصله الناعمه. البولونيز يحب الفلفل الاسود المجروش، والمكرونه بتاعتي بتغلى على النار. خلص كده الفلفل الاسود، نقلبها تقليبة. تعال نغرف المكرونة بتاعتنا في السرفيز الحلو ده كده. المكرونة جاهزة مسلوقة في مية بزيت زيتون زي ما هي كده. اوعي تغسليها، من الأخطاء الشائعة إن احنا بنسلق المكرونة وبعد ما بنسلقها بنغسلها، أزعل. اللهم صل على النبي. خلصت المكرونة، معانا البولونيز صوص اهو ينزل على وش المكرونه. يا ويلي على الطبق ده. روحي اكلي كده في مطعم، اطلبيه في مطعم طلياني هتدفعي فيه مبلغ وقدره. بس كفايه. خلي البولونيز ده تعملي شويه مسقعه بيه، تعملي بيه شويه لازانيا. الجبنه البرمجان اهي، ده اختياري، ممكن تحطيها حسب اللي حابب يعني. طبق مكرونه اهوت، فكري بس تاكليه بره بنفس الطعم ده، هتدعي لي بالامانه. شويه ريحان تاتش كده، خلص الكلام. هما بقى بيحطوا لك شويه طماطم شيري، تلاقي شويه سباركوس كده عودين، حاجات كده تفاريحي تدفعي فيها مبلغ وقدره.